ما حكم قطع الصلاة في الحرم؟ وهل ينطبق ذلك أو هل هناك تسامح في الحرم عن المساجد الأخرى لأن الناس استخفوا بهذا الأمر؟ الصلاة لا تنقطع، لكن لعل قصد السائل حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم، لا بأس به للضرورة، كثرة الناس وزحمة الناس فلا بأس بالمرور للحاجة والضرورة، ولا يؤثر على الصلاة إن شاء الله. نعم، خصوصا إذا كانوا يصلون فريضة خلف الإمام، فسترة الإمام تكفي عن من خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه.